النهارده بحلقه الروائح الحلوه. والله يا جماعه احلى روائح. في ناس تقول لك ايه يعني، عارفين انتوا الناس بتوع ايه، اليع يمتنعون، اليع والمع والكلام ده يمتنعون، يجوا على جنب كده، مع انهم قلائل، انهم فئه قليله، لكن الفئه الحلوه كلنا بنستنى يوم شم النسيم عشان نعمل الاكله الحلوه دي. انها الاكله الحلوه الجميله دي يا ساده. النهارده جايبه لكم ثلاث حاجات ما نقدرش نستغنى عنها. جايبه لكم الفسيخ، هنعمله ازاي ومن ايه وبكل سهوله وفي دقايق، وجايبه لك فسيخ الغلابه، اي نعم فسيخ الغلابه وهو البسارية، وجايبه لك كمان الموز اللي هي السردين. جايبه لك ثلاث طرق، يعني ثلاث وصفات بطرق جميله وسهله ولطيفه وسريعه، والموضوع هنجيبه من الاول للاخر، يعني من ايه تو زد. هنعمل كل حاجه بمنتهى السهوله والسلاسه. انا اصلا يعني داخله كده انا بموت في الاكل دي، بحبها قوي قوي، وجايه بقى اعملها لكم. بصوا يا جماعه، لما بتكوني بتحبي الحاجه بتعمليها باتقان، فانا بحبه قوي، وانا بحب الفسيخ قوي قوي. فالنهارده ان شاء الله هنعمله مع بعض بطريقه سهله جدا وسريعه جدا والطعم جبار. بصوا بقى، اول حاجه يعني قبل على طول ما نروح لطريقه التحضير، هنقول الاول المقادير. علشان نعمل الفسيخ هنحتاج لسمك بوري. السمك البوري ده بتجيبيه بقى، انا عايزاكي تجيبيه صابح، مش عايزاه من سوبر ماركت، مش عايزاه مجمد، ما ينفعش، لازم يكون صابح. وكل حاجة هنشتغل فيها النهاردة، بسارية، سردين، البوري، لازم يكون صابح، وهوريكي دلوقتي السمكة بتبقى صابحة ازاي. بصي بقى، عشان نعمل كيلو فسيخ القمر الحلو المسكر اللي عينيه بتلمع اللي يجنن ده الحلو ده، هنحتاج لكيلو من السمك البوري، كوباية من الملح الخشن أو ملح البحر، في ناس بيقولوا عليه ملح خشن، في ناس بيقولوا عليه ملح بحر. هنحتاج لمعلقة كبيرة من البابريكا، معلقة كبيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الشطة، وأكياس ثلاجة وورق فويل. طيب علشان نخلل السردين هنحتاج يعني لكل كيلو سردين هنحتاج، هقول لك عليه دلوقتي، نص كوباية ملح خشن، معلقة صغيرة شطة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة كركم، وشرايح ليمون، ونص كوبايه من الكرفس المتقطع. لو مش متوفر عندك مفيش اي مشكله، هنستخدم ورق اللورا. هنحتاج كمان لفلفل احمر او اخضر برضو المتاح عندك، وهنحتاج من كوبايه لربع الكوبايه من الزيت. طب وعشان نخلل بقى البساريه، نفس المقادير، نص كوبايه ملح خشن، معلقه كبيره كركم، معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره شطه، من كوبايه الا ربع الكوبايه زيت، شرايح ليمون، كرفس متقطع او ورق لورا، فلفل احمر او اخضر. طيب يا ساره، دلوقتي انتي عماله تقولي معلقه معلقه، عشان انا دلوقتي انتي ست بيت ولا حابه اول مره تجربي، انا مش عايزاكي تحسي اكتب لك مثلا دلوقتي على الشاشه ملح وبابريكا وكركم وشطه، لا انتي طب انتي مش عارفه المقادير، لا انا جايبه لك المقادير مظبوطه عشان تاكلي من ايديكي احلى فسيخ، احلى فسيخ، احلى فسيخ ده ولا ايه؟ بصوا بقى، عشان نعمل احلى فسيخ، احلى حلوه احلى دي، هنجيب معايا بوله نظيفه كده وناشفه، وهجيب معايا الفسيخه بتاعتي. الكاميرا بقى دلوقتي هتجيلنا كده على الفسيخه الحلوه دي عشان نقول احنا هنعمل ايه. ادي الفسيخه معايا. يعني ايه فسيخ؟ يعني بوري. بصي بقى، عشان ننقي بور حلو ما يجيش السماك يضحك علينا يقول لك ده طازه ده لسه طالع، ما فيش الكلام ده، لازم الاول عينيها تكون بتلمع. شايفين العين بتلمع ازاي؟ مش عامله زي ما تكون متصفيه اللي هي مغيمه رايحه جايه، لا العين تكون بتلمع، الخياشيم تكون احمر لون وردي كده، شايفين؟ بصوا الخياشيم، الكاميرا اللي عاملين اهو كده اهو، تمام كده اهو، الخياشيم تكون وردي، وهو ده شكل السمكه البوري، السمكه البوري اللي بنعمل منها الفسيخ. شايفين شكلها حلو ازاي؟ احبك احبك. بصوا بقى، السمكه اول ما بنجيبها، طبعا الكلام ده انا هعمله معاكم هنا، المفروض ده تعمليه في الحوض تحت الحنفيه تحت ميه جاريه. بصي بقى معايا الميه اهي، بتغسليها كويس. يا شيف ساره، لا الفسيخ لما بنفسخه ما بيتغسلش، مفيش الكلام ده، لازم تغسلي الفسيخه. بصي كده كده، وعايزاكي بقى تعملي ايه، تفتحي هنا كده الخياشيم دي، بصي كده افتحي كده، وناخد الميه دي ونغسل الخياشيم دي. بصي بقى، عايزه اقول لك مهما كان لونها غامق ايه اللي هيحصل، هيفتح معاكي وهيبقى وردي وزي الفل. لو هي مثلا وردي غامق هتبقى وردي فاتح. تغسلي كده هنا كده كده، بصي كده الميه اللي بتنزل، وتعملي ايه، تفتحي بقها. يا شيف ساره، احنا جبنا الفسيخ ريحته فظيعه. اغسليه يا روح قلبي، اغسليه ونشفيه وهيبقى زي الفل. بصي تفتحي بقها كده من هنا، بصي بقها اهو منفذ على ايه، يعني واصل لايه، لخياشيمها. وشايفين ايدي، ادي البق اهو وادي الخياشيم اهي، لا اجيب كده
وانزل كده. سمي الله بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ شايفين؟ تاني هعملها لكم تاني. لما تفتحي بايدك كده ايه اللي هيحصل؟ اهو، وطبعا الكاميرا جايبه ان اللون في منت، في دقيقه بيبان معايا وبيفتح معايا. اهو نعمل ايه تاني؟ اهو انزلي هنا كده من الخياشيم، شوفي اللون اللي هينزل معاكي. شايفين اللون؟ اهو ركز. المفترض بقى انت تحت الحنفيه، انا المفترض يبقى حد معايا يمسك لي الميه، بس انا المفترض تحت الحنفيه بتبقى الحنفيه منزله الميه وبتغسلي كده الخياشيم. ممكن تشيليها، بس انا لما خللت وانا شايله الخياشيم مختلف تماما عن لما خللته وانا مخليه الخياشيم نشف قوي. بصوا تغسلي كده الخياشيم كده، بصي الدم اللي فيها كله بينزل ازاي هنا، هو ده الكلام. اهو بصي تاني، اهو بصي شايفين الدم اللي بينزل من الخياشيم، وتلاقي اللون بتاعها كانك بتغسلها باوردي وجميل، هو ده اللي انا عايزاه. تاني اهو بغسلها، شايفين يا جماعه بينزل منها ايه؟ شايفين؟ نفضل بقى نغسل نغسل لحد ما الاقي الميه اللي نازله من بق السمكه بتاعتي خلاص بقى ابيض. شايفين المنظر؟ شايفين؟ انا هرفع لكم اهو البوله. شايفين اللون؟ انا مش عايزه اللون ده. تمام اهو كده، اهو شايفين اللون؟ انا مش عايزه اللون ده. ده اللي هيخلي معاكي الفسيخه تبقى ريحتها مش حلوه تماما، صعبه جدا جدا، وبتبقى مش ظريفه وبتبقى مش قد كده خالص. نغير بقى الجلافز ده ويلا بينا على الخطوه الثانيه. عايزه اقول لك لما بتغسليها بتلمع. زي ما قلت لك اهم حاجه في نجاح الفسيخ ان انت تغسليه، وقبل ما تغسليه بقى وانت بتشتريه لازم تشتريه يكون طازه، ما يكونش ان هو بقى مركون. تعرفي منين يا ساره؟ هعرف منين؟ زي ما قلت لك من خياشيمه تكون فاتحه، مش بني مش غامقه، لا تكون فاتحه وتكون عينه بتلمع، بس كده الموضوع سهل وبسيط. طب انا دلوقتي بتلخبط واجي، يعني في واحده صورت لي صوره قالت لي ساره انا اشتريت من عند السماك سمكه بوري غير خالص السمك اللي انت صورتيه، بس شبهها قوي. يا روحي السمكه اللي هي بقى بعتت لي صورتها دي اسمها دباره. سمكه الدباره دي تحفه للشوي، بس ما تنفعش خالص تتفسخ وتبقى فسيخ. السمك اللي بتعمل فسيخ هو البوري فقط. طب انا اعرف منين يا ساره الفرق بين دي ودي؟ ما هو ضحك عليا. بصي يا روحي، شايفه البق القمر ده مدور ازاي؟ الدباره بتبقى ببوز. شايفه من هنا مبططه ازاي؟ الدباره بتبقى عاليه. تاني الفرق بين السمكه البوري والسمكه الدباره ان زي من هنا بقها بصي عامل ازاي؟ لا بتبقى ببوز، ومن هنا بتبقى قبه، مش بتبقى ايه؟ اهو جايبها لكم هنا كده اوضح، مش بتبقى ناعمه كده. شايفين يا اختي؟ جميله والله، بصوا حلوه ازاي. انا بقى بحبكم قد البحر وسمكاته كلهم سمكه سمكه. المهم يلا تعالوا معايا بقى هنجيب بقى دلوقتي ايه، بنعمل ايه بقى؟ بنغسل السمك بتاعنا حلو قوي كله. انا عايزه اقول لهم ان انا اقول لكم ان انا قلت لهم يخلوا لي واحده بس اعملها معاكم، وكل السمك ده اتغسل وبعدين نصفيه. تجيبي مصفى وتسيبي السمك ده. لا يا شيف، ده هم قالوا لي حطيه في البلكونه. يعني ازاي يا فندم؟ احنا بنغسله عشان ناكل حاجه نظيفه، نحطه في البلكونه واي تره رايحه كده ولا تره تمسي عليها، ما هو التره اللي ماشيه كده هتقول لها باي باي وتبوسها، امال هنعمل ايه؟ فبالتالي الموضوع هيبقى صعب جدا. لا انت تعملي ايه؟ هاتي كده مروحه وخلي الحاجه بتاعتك في مصبه، موضوع ساعتين والله، ويا سيدي من غير مروحه، احنا في جو حر جدا، سيبيها على رخامه المطبخ هتنزل كل الميه بتاعتها، وبعد كده بقى لما تنزل كل ميتها هتجيبي منديل وامشي لي كده. بصي اهم حاجه ان السمكه تبقى ناشفه خالص. تاني امشي لي كده. ايه رايك؟ كورس مجاني انا بعمل النهارده يا جماعه في مطبخ البلد، كورس مجاني لتخليل الفسيخ. بصوا كده، وهنعمل ايه كمان بقى؟ تعالي من هنا كده بصي بالمنديل اهو، وهنعمل اهم حاجه تيجي لي من هنا ومن هنا كده، ونعمل ايه؟ دخلي المنديل هنا في الخياشيم كده وكده، وتسيبيها بالمنديل ده ساعتين كاملين يتصفوا. بصي شايفين؟ انا عايزه المنديل ده يشرب كل سوائل اللي فيها. لو السمكه اتخللت بالدم اللي فيها ده قضي الامر، مش هتبقى حلوه ابدا، وهتبقى زفره ومش لطيفه ولا اي حاجه. فلازم نعمل اللي احنا عملناه ده. بصي كده مره واثنين وثلاثه. حاضر يا ياسمين. والله يا ياسمين بشرح وهناخدك يا ياسمين. يلا ناخد ياسمين. الو ازي حضرتك يا سيف؟ عامله ايه؟ ازيك يا روحي؟ ازيك يا ياسمين؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله انا كويسه. اول مره تكلمينا ولا ايه؟ تاني مره. بتحبي الفسيخ؟ بصراحه يعني انا لما جيت اعمله في البيت مرتين بصراحه يعني ما كانش احسن حاجه، فتعقدت بقيت اجيبه من بره.
لا لا ده احنا النهارده كورس مجاني. مع اني بحبه جدا، بس المشكله بقى يعني انا اسفه بس هو بيعفن مني، معرفش ليه. لا لا ما هو بيعفن منك، ما تغسلش، ما تنشفش، ما نزلش منه كل نقطه ميه، لازم كل نقطه ميه تنزل منه. ممكن فعلا، بس والله يعني الطريقه اللي حضرتك بتقوليها دي احسن حاجه فيها انها خطوه بخطوه، عشان انا فعلا ماشيه وراكي بالورقه والقلم. يا روحي بجد شكرا قوي والله، انا يعني هجربه. بس انا عايزه اسال، هل انا هفتح عليهم شم النسيم ولا بيحتاج وقت اكبر؟ عينيا هرد حاضر اول ما تقفلي يا ياسمين، اول ما تقفلي هنرد على القصه دي، لان القصه دي محتاجه رد قصه. عايزه اي حاجه تانية غير السؤال ده؟ لا شكرا. وعايزه بس اعرف طريقه، يعني طريقه مختلفه للرنجه غير ان هي بتتقطع مثلا او بتتحل بسكينه او حاجه، هل في طرق ثانيه ممكن نعملها في البيت؟ عيني يوم شم النسيم نعمل مع بعض احلى رنجه بطرق مختلفه، طريقه 2 3 4. وعايزه اسمع، عايزه اسال على برضه تورته الرنجه. نعمل احنا نعمل يا جماعه مهرجان الرنجه يوم شم النسيم، احنا هنا يعني اعتقد ان هم هيطردونا، احنا هنا يعني هنخلي الكوندر ده كله رنجه وفسيخ وسردين. هنفتح يا جماعه اللي احنا هنعمله النهارده مع بعض، اللي احنا عملناه ده بقى هنفتحه مع بعض ونقلبه على الهوا وندغدغ الدغدغ خالص. عينيا يا حبيبتي حاضر، هعمل لك كل اللي انت عايزاه. حاضر. بصوا دلوقتي ياسمين قالت لي حاجه، قالت ايه؟ بصوا يا جماعه انا ليه بنشف قوي معاكم على الهوا؟ عشان حرام ان انا هخليله دلوقتي ونيجي نفتحه نلاقيه مش حلو. لازم نعمل كده، لازم ننشفه كويس جدا عشان يدينا النتيجه الصح، ولا يعفن ولا الكلام الفاضي ده. شايفين انا بدخل المنديل حتى في بق. بصوا بصوا تمام. بصي بقى ياسمين دلوقتي قالت لي حاجه، قالت لي يا شيف ساره انا دلوقتي عايزه اعرف مده التخليل قد ايه، الصيف غير الشتاء. احنا دلوقتي في الصيف، السمكه الحلوه دي هتقعد معاكي من اسبوع ل 10 ايام وان شاء الله اسبوع ونفتح عليها بامرك يا رب. لو السمكه اكبر، السمك في ناس بتحب تخلل السمكه كيلو، وفي ناس تقول لك السمكه كل ما كبرت كل ما بقت احلى، هي فعلا كل ما بقت احلى بس كل ما هتاخد وقت اكبر في التخليل. طب لو انا دلوقتي رحت جبت الثلاث سمكات كيلو او الاربع سمكات كيلو هتقعد معاكي اسبوع بالظبط. يعني انت دلوقتي اتفرجتي على مطبخ البلد على القناه دلوقتي صدى البلد، وعايزه تقومي تعملي الفسيخ على طول، انزلي هاتي السمك بتاعك واعمليه، بس انا عايزاكي تجيبي الفسيخ الكيلو ثلاث سمكات او اربع سمكات على طول هتعمليه، وانا بقول لك اهو هنفتح عليه كلنا مع بعض يوم شم النسيم، وهيبقى معاكي لوز العنب، هيبقى معاكي تحفه، تحفه التحفه على فكره. تمام كده؟ هنشف برده كمان مره. ما هو بصوا يا جماعه الا يعني الموضوع ده. طيب دلوقتي يا ساره لو انا عملته في الشتاء هياخد معاكي بقى من 12 ل 15 يوم. طب لو انا عملته زي ما احنا قلنا دلوقتي كده في الصيف دلوقتي زي ما قلت لك، لو الثلاث سمكات او اربع سمكات كيلو هيقعد معاكي ان شاء الله اسبوع 10 ايام بالكتير، وافتحي عليه وقولي يا لالي على حلاوته وعلى جماله. بصوا انا كده خلصنا شفت السمك الحمد لله، ودخلنا في الخياشيم وكل حاجه زي الفل، وقلت لكم كل حاجه تخص سمكه البوري هخلله معاكم. بس انا دلوقتي بقى عايزه اعمل لكم حاجه، عايزه اخلل لكم
حاجه، كل الحلقات الحلوه بتاعتنا دي بتتعاد طبعا، وبتلاقوا الحاجات الحلوه دي كلها وكواليس كمان الاكلات الحلوه بتاعتنا دي على البيج بتاعتنا مطبخ البلد. فعايزاكم بقى ايه في الكومنتات هناك تقولوا لي ايه، مين بقى بيحب السردين اكتر، مين بيحب البسارية اكتر، مين بيحب البوري اكتر، عايزه كل واحد تقول لي بتحب ايه. بصي بقى دلوقتي احنا خلاص نشفنا كل حاجه كويس جدا، وزي ما قلت لكم اهم حاجه ان احنا نعمل ايه، ننشف الحاجات دي كويس جدا. بصي بقى معايا هنا بوله واتنين وتلاته، خطوه التخليل اسهل مما يكون. يلا معايا كده، بصي يا ستي، كيلو البوري هياخد كوبايه من الملح الخشن او ملح البحر. ليه ملح خشن؟ علشان بيحتفظ، يعني مش بيأثر انه يحدق الفسيخه، لكن الملح التاني الرفيع ده الملح العادي بتاعنا ده بياكل لحم الفسيخه وبيخلي الفسيخه بالفعل حادقه. احنا عايزين بقى الفسيخ العادم اللي هو متوسط الحدوقه ده الفظيع المزاج، هتشوفه هنفتحه كلنا مع بعض. وهنا هنحتاج لنص كوبايه من الملح الخشن، وهنا نفس الكلام نص كوبايه من الملح الخشن. طبعا كل بوله معايا نظيفه وناشفه. هننزل هنا اول حاجه البوله الكبيره دي بتاعه البوري الفسيخ، هننزل معلقتين كبار اهو، هي دي ايه، دي شطه، ننزل معلقه صغيره هنا، نص معلقه ونص معلقه. ليه بقى؟ انا مش عايزه، لا ده العكس، دي بابريكا، هنحط معلقه كمان، وهنا اهو معلقه كبيره وهنا معلقه كبيره. ليه بقى؟ لما تكتري شطه لو ولادك بيحبوا الحاجات دي او من النوع اللي بيشوفوا ماما بتاكل ايه فبناكل منه هيبقى حادق بزياده. هننزل هنا بقى الشطه بقى معلقه كبيره هنا عند البوري، نص معلقه صغيره هنا ونص معلقه صغيره هنا. الكركم بقى يا جماعه يا ساره مش اساسي، لا اساسي، انا عايزه اقول لك انه ماده حفظ طبيعيه، حطي منه طبعا. البهارات بدات تخش كده وهنا وهنا لا البهارات تمام كده. هنعمل ايه بقى؟ هنقلب كل ده كده كويس جدا عفوا، قلبي كده. ونعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا، ناخد كده الفسيخه ونفتح من هنا كده عند الخياشيم، وحطي واكبسي يا جماعه، انا عايزه الكاميرا، حطي واكبسي، تعالي هنا تاني كده، حطي واكبسي، حطي واكبسي، يا نهار ابيض. وكده اهو، ونجيب بقى ونعمل كده. ايه رايكم بقى؟ شايفين؟ علشان هي ناشفه، لو كانت بقى فيها ميه كان لزق عليها. طب وهنعمل ايه بعد كده يا شيف ساره؟ هنجيب كيس ثلاجه، كيس عادي خالص، عايزه ستريتش راب موجود عندك يلا بينا، اللي انت عايزاه. وهنعمل كده، وهنجيب شويه من الملح الحلو ده، وهننزل كده، وهناخد الفسيخه بتاعتنا بصوا ونحط كده، ايه رايك بقى؟ وعليها شويه كمان كده. ويلا بينا على اهم حاجه، هشيل لك البوله عشان تشوفي حلو، اهم حاجه تطلعي لي الهواء من الكيس ده، يلا بينا. بصي كده اهو اهو، ونعمل ايه بقى كده، طلعي لي منها الهواء، نجيب كيس تاني وندخله من الناحيه التانيه. ايه رايك بقى؟ تقدري على فكره تعملي الثلاث سمكات مع بعض، وتقدري تعملي كل سمكه لوحدها زي ما تحبي، ما عنديش اي مشكله، هوريكم برضو. بس انا عايزه اكمل لكم، هنيجي هنا بقى عند القمريه دي، وبرضو بصوا هنا كده اهو، كده اهو نفس التتبيله زي ما قلت لكم، ده هو ده هو ده اهو كده. بس انا بقى بعمل ايه؟ بحط هنا كله على بعضه. نيجي عند يا جماعه عند السردين الموز ونركز معاه، بصوا اهو انا نزلت بيهم وهشيل دي، نركز مع بعض، تعالوا لي كده اهو اهو اهو. لكن السردين عايز تعمليه في اكياس في علبه، انا بحب قوي 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 في برطمان ازاز، هنجيب بقى البرطمان. حلو الكلام. اول حاجه هناخدها شويه من الخلطه اللي تحت دي، وانزلي كده شويه كمان وانزلي كده، وبعدين ناخد بقى الفسيخه السردينه اهي، وناخد التانية، احنا كنا عايزين برطمان اكبر شويه، والتانية اهي، يعني حطي واحده قصاد واحده كده، انا هنقله بعد كده في برطمان اكبر، وبعدين بين كل واحده وواحده رشه كده. الكاميرا يا جماعه معايا عشان اوريهم حلو يا جماعه، انا عايزه الكل السنه دي يعمل الفسيخ والسردين على طريقه ايه؟ ساره سمير. بصوا بقى
رجعنا لكم من تاني ومعانا دكتور هند حسن اخصائيه التغذيه العلاجيه. اهلا اهلا. اهلا، ازيك يا ساره؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ حلو الحمد لله. كويسه؟ كله حلو. كل سنه وانتم طيبين بقى، عشان من نسيم وشايفين الوان وحاجات وحركات والريحه ما اقولكمش يعني. يا روحي وانت طيبه. احلى شم نسيم ده ولا ايه؟ احنا بنمهد له، احنا بنمهد. احنا مستعدين ليه؟ بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي انا عملت في اول فقره طلعنا الهواء وعملنا كيس واحد، فانا كنت حابه اقول لك ان انا في البيت بعمل كده، بحط الفسيخه دي راسها قصاد الفسيخه دي ديلها، وبعد كده الفسيخه دي راسها. ده لازم يعني، ممكن تعملي كل واحده لوحدها، وممكن تعملي زي كده تحطيهم كلهم مع بعض، وبعد كده تجيبي الملح الخشن وتعملي كده وتقفلي وتطلعي الهواء وتحطي برده كيس جوه كيس والدنيا تمام. في حاجه انا ما قلتلكوش عليها ولازم طبعا نقولها، ادي معايا السمكيه قبل ما نفسخها لازم نعمل كده كده. ليه بقى؟ عايزاها من جوه الشوك بتاعها يدخل في العظم، بعد كده هيتحلل. عارفين يا جماعه الفسيخ ده بيطلع البكتيريا اللي فيه، وبنحافظ على درجه حرارتها ان احنا نلفه بفويل، وانا دلوقتي برضو هعمل ده، يعني هحط كيس جوه كيس جوه كيس والف بالفويل عشان يتفسخ معايا في اسرع وقت. انا كل ده هعمله معاكم دلوقتي، لكن زي ما قلت لك قبل ما نفسخها نسيت اقول لكم كده في الفقره الاولى، ولازم ارجع لكم تاني واقول لكم لازم تعمليها كده كده، ده مهم جدا. عايز اسالك سؤال بقى يا دكتور، بما انك دكتور لازم استغلك. اكيد طبعا، انا بحب استغل الناس قوي. ماشي، يلا بينا. قولي لي بقى دلوقتي الفسيخ اللي كله ملح ده، اخبار الملح ايه في الجسم؟ يعني ايه الدنيا؟ فهميني، عرفيني يعني نعمل طبعاً ايه؟ طبعا يعني بصي، الملح دوت من اكبر الحاجات اللي بتعمل اضرار للجسم جدا. تمام. ودوت لان هو بكل بساطه خالص ان هو بيرفع لنا ضغط الدم. تمام. فمجرد ما عندنا ضغط الدم بيترفع، فبيعمل بيحصل ان عندنا السوائل بتتخزن في الجسم. ايوه. فدوت بيعمل على يعني حمل زياده على القلب، فعشان كده بنلاقي دايما ان هو ضربات قلبنا بتكون عاليه جدا لما بناكل حاجات مالحه. فبيأثر لنا طبعا على القلب، بيأثر لنا على الكلى، بيأثر لنا على العظام، على المفاصل، ليه اضرار كتيره جدا. تمام. فاحنا هنحاول في شم النسيم هناكل املاح وكل حاجه، بس هناكل مش في كميات كبيره. نحاول يعني نقلل الكميات، لان هو كمان من المشكله اللي بيسببها الاملاح، ودوت اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، ان هو بيخلينا ان احنا ما ننزلش في الوزن. تمام. ودوت بسبب ان هو بيحتبس لنا السوائل اللي موجوده في الجسم. تمام. فبنلاقي ان احنا الوزن، الناس بتبقى ماشيه مظبوطه قوي، بتيجي تلاقي مجرد ما هتاكل حاجات فيها ملح كتير ان الجسم بقى ابتدى خلاص ما بينزلش خالص، الجسم ثبت. تمام. لان احنا عندنا دلوقتي ان السوائل ابتدت تتحبس في الجسم بسبب الاملاح اللي احنا خدناها. زي برضو يقول لك ايه لما بنيجي نعمل دايت، يقول لك امنعي المخلل. ده حقيقي، عشان برضو المخلل فيه نسبه املاح عاليه، الأملاح فبتحبس السوائل في الجسم، فبيبتدي الجسم ما بينزلش بالصوره اللي احنا متخيلينها او بالصوره الطبيعيه بتاعته. طب صح لما ماما بتقول لي لما باجي اكل فسيخ، ساره اشربي شاي اخضر او ساره عصري ليمون، هو بيفرق؟ المفروض ان احنا بنزود في السوائل كتير، يعني نشرب سوائل كتير قوي لما بناكل فسيخ او بناكل حاجات فيها ملح كتير، ان احنا بنقول دايما اشربوا سوائل كتير. مش شاي اخضر بالظبط يعني؟ مش لازم بالضروره شاي اخضر، هي السوائل، فكره السوائل ان هي بتساعد شويه ان احنا نبتدي نطرد الميه اللي في الجسم، لكن طبعا بيكون الموضوع مش بالسهوله يعني المتخيله. الموضوع بيبقى صعب. فاحنا بقى النهارده هنتكلم على بمناسبه بقى شم النسيم والاملاح والحاجات اللي احنا هنبتدي نعملها، ولسه طبعا طالعين من رمضان والعيد. ايوه كانت جميله خالص بقى، والكحك والكنافه، واحنا عندنا كل اعيادنا اصلا فيها اكل. طبعا العيد عندنا دايما في مصر مرتبط بالاكل. ده حقيقي، وعلى فكره مش في مصر، بس كل العالم، يعني الناس عارفه ان الفسيخ ده أكلة مصرية، والفراعنة هم اللي اخترعوها. ده حقيقي. يعني الفراعنة من يعني هم اللي اخترعوا الفسيخ أصلا. ليه بقى؟ لأن انتوا طبعا انتوا عارفين إن الأسماك كلها يناير فبراير مارس إبريل، يناير فبراير إبريل، أي حرف آخره ر ده بيكون الأسماك فيها جميلة ومنتشرة. وهم الفراعنة كانوا بيحبوا الأسماك جدا، ومعتقدين لهم اعتقادات يعني كده، وكانوا بيحبوا الاسماك لدرجه ان هم لما اكتشفوا المقابر لقوا صور الاسماك دي مرسومه على جدران المقابر. فعملوا لك ايه بقى الفراعنه؟ هم اللي خللوا الفسيخ وهم اللي اخترعوه. يعملوا لك ايه بقى في فلسطين وفي قطاع غزه بالذات؟ دايما في عيد الفطر لازم يحتفلوا في فلسطين بالفسيخ. يعني يوم العيد الصبح لازم ياكلوا فسيخ. يعني احنا اخترعناها كفراعنه، وفلسطين وفي قطاع غزه بيحبوا واللي عمل فينا كده هي الاسره الخمسه والله في الفراعنه، الله يسامحهم بقى، وبقى عشق والله اتمناه بصراحه. فحضرتك شايفه ايه بقى؟ الاسره الخمسه، وهنبتدي بقى ان احنا نقول احنا مش عايزين الناس تبطل اكل خالص. وده اللي احنا بنتكلم فيه، احنا عايزين الناس تاكل
بس تاكل ازاي؟ يعني ان انا ما بقاش محرومه من الاكل اللي قدامي، او ما ان انا اعمل دايت صارم جدا، ورقه دايت فيها الفطار الساعه كام والغدا الساعه كام والعشاء الساعه كام، والاكل موجود قدامي وانا مش قادر اكله او مش عايز اكله. احنا عايزين نعمل دوت، بس عايزين نعمله بقى بشكل ايه؟ بسيط خالص. وده اللي احنا النهارده هنتكلم عليه على الكورس بتاعنا، ان احنا عندنا كورس الوان سلام. حلو ده. الكورس بتاعنا بقى بيعمل ايه؟ بيخلينا ان احنا ناكل كل اللي احنا عايزينه بس بكميات قليله جدا. تمام. بالظبط كاني عملت عمليه بالون المعده، او كاني عملت عمليه التكميم، ان انا ما بتحرمش من اي نوع من انواع الاكل، بس الكميات بتاعتي بتقل خالص. هي كلمه اصلا ممنوع دي وحشه، الممنوع مرغوب. طبعا حته الحرمان، ان انا نفسي ابقى حاسه ان الاكل موجود قدامي وانا محرومه مش عارفه اكل، ده بيخلي دايما تلاقي اي حد عامل دايت او عامل لود وعنده اكتئاب ومتنرفز ومتعصب. تحرميني ليه؟ مش كفايه الدنيا عامله فيا؟ تبقي انت والدنيا عليا. بس ان احنا مجرد ما يجوا يبطلوا دايت، لا الوزن اللي خس 10 كيلو تلاقيهم خس، يعني رجعهم في الوزن 20 كيلو. صح. احنا بقى معانا في كورس بتاعنا مفيش الكلام ده خالص. ازاي بقى احنا بنحقق بقى المعادله ديت بقى يا شيف ساره؟ ازاي احنا بنقول ان احنا معانا كورس اسمه وان سليم. تمام. اوكي. الكورس دوت بيعمل ايه بقى؟ بيعمل الكورس إيه؟ دوت اول حاجه احنا معانا الكورس بتاعنا هو فيه مده، في عندنا ثلاث حاجات. في اول حاجه الوان سليم، تمام، الوان سلام، وبعد كده عندنا الوان فات، وعندنا الوان بيرفكت. حلو ده. اوكي. الكورس بتاعنا بقى بيعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا اول حاجه عندنا الكورس بتاعنا ايه رايك تقولي لي بالالوان؟ اوكي. يعني عندنا الابيض والحمراء والخضراء. الابيض دوت اللي هو الوان سلام. دوت بيعمل لنا ايه الوان سلام؟ الوان سلام دوت عندنا بيخلينا حاسين كاننا احنا واخدين واكلين زي ما بيقولوا كده دوت خروف. تمام. كاني انا لو قدامي اي كميه من كميات الاكل فانا مش هقدر اكلها خلاص. ليه؟ لان هو بيديني احساس بالشبع مش طبيعي جدا، كاني بالظبط عملت عمليه بالون المعده او عملت تكميم، بس من غير ما ادخل في عمليات ولا بنج ولا تخدير ولا مخاطر ولا اي حاجه خالص. فعلا. تمام. فانا دوت بيخليني ان انا ابتدي اقلل كميات الاكل بتاعتي. يعني ايه اقلل كميات؟ يعني انا دلوقتي موجود كل انواع الاكل قدامي، باكل كميات بس باكل كميات قليله. خلاص. عندنا بعد ما بنقولش الحاجه لا، ما بنقولش الحاجه لا، مش الحاجه لا، بس انا غصب عني، يعني انا غصب عني انا دلوقتي بصي زي ما يكون ايه، عندنا طبعا احنا عارفين مشاكل السمنه الكتيره جدا، وستات البيوت اللي بتبقى موجوده في البيت وبتبتدي بتبقى تشتكي من الالم اللي بيحصل لها في المفاصل وفي الركبه، ومش قادره اتحرك ومش قادره اصلي ومش قادره اعمل اي حاجه خالص. كل اللي انا بعمله ان انا باخد الحبايه بتاعتي الصبح اول ما بصحى من النوم قبل الفطار بساعه، اقف بقى في المطبخ اعمل بقى محشي، اعمل بط، اعمل كل انواع الاكل اللي انا عايزاها، بس لما يجي الاكل قدامي انا مش قادره اكل، انا شبعانه، انا مش حاسه بنهم او بجوع اللي يخليني ان انا عايزه اكل طبق كبير كده مليان، لا انا باكل حاجه بسيطه وبلاقي نفسي ان انا خلاص شبعت خالص. وده اللي بيعمله الكبسوله البيضه. البيضه. تمام كده. اللي هي مهما تكوني واقفه بتعملي بقى المحمر والمشمر نفسك مش رايحه، نفسي مش حاجه رايحة. بسيطه كده والحمد لله، بحس ان انا مش عندي نعم خالص الاكل. مش بس كده بيعمل كده، لا ده هو كمان بيزود معدلات الحرق عندنا. ايوه. يعني بيخليني ان انا، في ناس كتير قوي تقول لك انا من كتر ما عملت دايت وعملت رجيم فانا خلاص بقى جسمي ثابت ما بينزلش، لا احنا بنقول ان احنا بنخلي الجسم بينزل من 3 ل 5 كيلو في الاسبوع، فمعنى كده هو ان انا بيعلي معدلات الحرق عندي 4 اضعاف. صح. تمام. وطبعا اي حد عنده سمنه موضعيه، عنده سمنه كليه، فهو المميز جدا بقى في الكورس بتاعنا ان هو بيبتدي مش يقضي على الخلايا الدهنيه، ده هو بيكسر الخلايا الدهنيه، يعني الاماكن اللي فيها سمنه ببتدي ان انا امسك المكان دوت، عارفه كده زي ما يكون عندنا مغناطيس، ببتدي ان انا اجذب الخليه الدهنيه ديت اكسرها، فبالتالي ان انا الجسم بنلاقي ان من اول كيلو بنخسه الحجم بتاعنا بيقل بيبان، عشان كده بيظهر لنا ناس كتيره قوي بيبقوا معانا واخدين الكورس بان احنا من اول اسبوع من اول 3 كيلو خاسينه، حاسين فين ان احنا كاننا خاسين 5 6 كيلو. ويقول لك نازلين في المقاسات. ده حقيقي. يعني كان معانا بنوته بتكلمنا بتقول انا يعني اوريدي انا نزلت 8 كيلو بس انا حاسه ان انا نزلت كامل جامد، وبتقول لك كمان كنت رايحه بشتري في الاول لما نزلت هي بقى يعني قبل كده كانت اكس لارج ووصلت لللارج، يعني ده في وقت قصير جدا. بتقول لك انا عايزه اقول لك في وقت قصير جدا، احنا في شهر مثلا ممكن لقيت ان كان عندها دولابها ما كانتش بتلبس حاجه فيه خالص. أيوة. ده فعلا بيتقال لنا ان انا الدولاب عندي ما كنتش بلبس فيه حاجه خالص، وابتديت ان انا ابتدي انزل اشتري حاجات جديده. من اول شهر بنبتدي نلاقيهم يقولوا احنا ابتدينا نطلع هدومنا كنا ما بنبقاش نلبسها وبقت خلاص كمان كبيره علينا. أيوة. فدوت ان هو فعلا بينزل الكيلو بيفرق جدا، لانه بيبقى كله دهون دهون وميه. صح.
تمام، دوت اللي هي الحبايه البيضاء، ودوت بيكون موجود معانا في القرص الشهر. حبيبتي دي دي لا غنى عنها، عارفه كده اللي هو بعد ساعات لما بيظهر لنا فجاه عزومه نازله مش عامله حسابي خارجه مع صحابي وهقعد النهارده، فديت اللي انا بامن بها نفسي، انا باخد الحبايه ديت الصبح بامن نفسي، لو جابوا لي ايه قدامي خلاص انا كده شكرا، مش عايزه مش قادره اكل. انا لدرجه ان في ناس كتيره جدا يا شيف ساره بيقول لنا ان احنا لما بنبقى قاعدين مع ناس نعرفهم، يعني واحده بتقول انا كنت قاعده معزومه في رمضان مع اهل جوزي وكلنا، فكلهم متخيلين ان انا عامله عمليه ومخبيه عنهم من كتر ما انا الاكل محطوط قدامي اشكال كتيره جدا وانا مش قادره اكل، يعني مجرد ان انا خدت معلقتين كده رز وحاجات بسيطه لقيت نفسي ان انا فجاه خلاص. واللي الدكتور يا جماعه بتقوله ده كله الكورس بتاعنا يعني مش بيلعب على المخ، هو الكورس بتاعنا بيحاول يسد معاكي الشهيه. ده حقيقي، لا هو بيلعب على المخ ولا الاعصاب ولا بيسبب لنا اكتئاب ورعشه ودوخه ولا الحاجات دي كلها، لان هو كورس امن وفعال مرخص من وزاره الصحه المصريه. بالظبط كده. مسموح جدا لكل الناس انها تاخده لو في حد عنده اي امراض ما فيش اي خطوره عليهم، للاطفال اللي فوق 13 سنه. أيوة. فمعنى كده ان هو حاجه امنه تماما، ودوت الترخيص بتاع وزاره الصحه. ترخيص وزاره الصحه قدامنا اهو على الشاشه يا جماعه، ان الكورس بتاعنا امن ومصرح من وزاره الصحه المصريه. امن وفعال. حلو ده. طب دي كده الكبسوله البيضاء. الكبسوله البيضاء وديت اللي بتكون معانا في الكورس بتاع اللي هو الشهر. كورس الشهر. ده كورس الشهر بتكون معانا الكبسوله البيضاء تمام، اللي هو العلبه البيضاء ديت اللي احنا قلنا ايه وظايفها كلها. في بقى عندنا الكبسوله الحمراء. ايوه. والكبسوله الحمراء ديت بقى زي ما بيقولوا ايه، عارفه كده رصاصه حمراء، يعني اللي هي بتقضي على كل مشاكل السمنه اللي احنا بقى كلنا عارفينها وكلنا بنعاني منها، مفيش حد خالص ولا في بيت ما بيعانيش من مشاكل السمنه. ان ما كانتش سمنه كليه فهي سمنه موضعيه، ان ما كانش في سمنه فهو في بطء في الحرق. الكبسوله دي بقى خلصتنا من كل حاجه. اول حاجه الكبسوله ديت انا بتخليني كاني مشيت اصلا مسافات طويله جدا، لان هي بتعلي لي معدلات الحرق عندي 4 أضعاف. ما شاء الله. فما فيش حاجه اسمها خالص وانا قاعده مكاني، ما فيش حاجه خالص اسمها ان انا ثبت في الوزن. احنا عارفين دايما الناس اللي بيكون عندها زياده في الوزن بيكون عندها كسل شويه. ايوه. انا محبوسه جوه قفص عارفه كده من الدهون، مش قادره اتحرك، حركتي فيه بسيطه قوي. مع الكبسوله بقى بتاعتنا ديت ايه اللي بيحصل؟ ان انا بيبتدي عندي يبقى في نشاط، في حيويه، لان جسمي بيبتدي يحرق جامد جدا. كل الحاجه الوحيده بس اللي احنا طالبينها من اللي هياخد الكورس بتاعنا ان هو ما يكسلش ياخد الكبسوله بعد الاكل. دي بناخدها قبل الاكل. بساعة. دي بناخدها بعد الاكل. حلوة. دي بقى اي اكل انا باكله، نفرض ان انا بوظت النهارده في الاكل، يبقى انا خدت الكبسوله بتاعتي كاني ما اكلتش حاجه خالص. حلو كده؟ تمام. بتديل على كل الدهون الموجوده، السمنه الكليه الموجوده في الجسم، بلس ان انا زي ما قلت لك ان هو عامل زي المغناطيس بيبتدي يكسر لي الخلايا الدهنيه في الاماكن ويسحبها. الناس بقى اللي هم مثلا في الرجاله اللي عندهم كرش تلاقي الجسم كله كويس بس في كرش، بخس من كل مكان في جسمي والكرش بتاعي ما بينزلش. ساعتها بقى بنقول ان احنا لما بناخد الكبسوله بتاعتنا بتبتدي تدخل على الخليه الدهنيه وتبتدي تكسر فيها، فيبتدي الجسم اللي فيه الاماكن اللي ما بتنزلش اللي صعبه في نزولها يبتدي الوزن ايه؟ ينزل جدا. تمام؟ دي الكبسوله بتاعتنا الحمراء. مش بس كده اهو، ده هي كمان بتخليني ان انا برده ما بيبقاش عندي نهم جامد قوي في الاكل، يعني ما بتخلينيش ان انا حاسه ان انا جعانه قوي من غير ما تلعب على مخ ولا على اعصاب ولا بحس ان انا عندي اكتئاب ولا احس ان انا عندي اي مشاكل خالص. بلس ان انا عايزه كمان اقول ان احنا كل الحاجات اللي موجوده معانا في الكورس غنيه كلها بالفيتامينز، فهي ما بتسببليش خالص يعني اي مضاعفات، ما بلاقيش بقى ان انا لما بخس شكل الجسم بيتغير، شعري بيقع، الحاجات دي كلها مش موجوده معانا في الكورس بتاعنا. تمام. لما بنيجي نطلب بقى كورس الشهرين بناخد ايه؟ بناخد الحبايه البيضاء، الكبسوله البيضاء، وبناخد الكبسوله الحمراء. يعني كورس الشهر الكبسوله البيضاء فقط؟ الكبسوله البيضاء، لا مش فقط، ما فيش حاجه عندنا فقط خالص. الكبسوله البيضاء ومعاها خصم 30%. وخصم 30%؟ لا مش بس كده، وفيتامين دي. حلو ده. يعني كورس الشهر، كورس أنا الشهر هناخد الكبسوله البيضاء وال 30% وكمان معانا فيتامين دي هدية. مش بس كده، التوصيل مجانا، وفي معانا متابعه مع دكاتره من اعلى دكاتره التغذيه، ان هم اول ما بنتصل بالكول سنتر وبنبتدي نطلب منهم الكورس بيبتدي يحولونا على الدكتور، بيعرف حالتنا الصحيه ايه وبيقول لنا على كل حاجه احنا محتاجينها واحنا قاعدين مكاننا. حلو ده. تمام. كورس الشهرين بقى، كورس الشهرين هناخد بقى الكبسوله الحمراء مع البيضة، مع الكبسوله البيضة. وفيتامين معانا بقى فيتامين دي. ايوه. ومعانا ايه؟ كريم شد الترهلات. حلو ده، حلو جدا. احنا عايزين مش بس ان احنا نخس بس كده، لا احنا عايزين نخس وجسمنا يكون مشدود، بشرتنا تكون حلوه، صحتنا تكون كويسه، مفيش عندنا اي مشاكل خالص. فاحنا بنجمع ده كله برضو، يعني انا مستنيه المفيد، انا مستنيه المفيد. انت قلتي لي دلوقتي كورس الشهر
في خصم 30%. 30% الكبسولة البيضة هناخدها مع فيتامين دي مع خصم 30% مع توصيل مجاني مع متابعة مع الدكاترة بتاعتنا. طب ريحيني بقى فرحيني بقى، كرسي بقى الشهرين اللي هو الكبسولة البيضة والكبسولة الحمراء وكمان الكريم وكمان الفيتامين دي. مظبوط كده، ده كده كرسي الشهرين. ده بقى خصم 40%. 40% حلو ده. طب كرسي الثلاث شهور بقى، كرسي الثلاث شهور بقى بصي انا بقول في حاجات عارفه كده المنكسره، في حاجات ما فيش عارفه اللي هي الحاجات البيزك ما فيش غنى عنها في البيت. ايوه اللي هو لازم يكون موجود عندي مثلا شميز ابيض، لازم طبعاً يكون بيزك حتى في الاكل وفي الشرب، لازم يكون عندي زيت زيت طبعا، لازم يكون عندي كيس سكر طبعا. انا بالنسبه لي كرسي الثلاث شهور دوت عارفه ما يكون حاجه اللي هو بيزك لازم تكون موجوده حتى لو انا ما عنديش زياده في الوزن. قولي لي ليه بقى؟ ليه بقى؟ اول حاجه لان احنا زي ما قلنا ان الحبايه البيضة بتاعتنا ديت اللي هي بتخليني احس ان انا شبعانه مش جعانه، يعني لو انا حاطه عندي وزن زياده وخايفه او قلقانه من نفسي ان انا بعد ساعات، يعني ناس كتير قوي اللي هو بتقول لك انا عايزه انزل اكل بس انا خلاص انا باخد ديت انا مامنه نفسي اهي دي انا بامن بيها نفسي تمام، وبعلي معدلات الحرق تمام وبكسر الدهون الموجوده في الجسم. مش بس كده، احنا قلنا ان كمان معانا الكبسوله الحمراء بتعمل برضه نفس الحاجات اللي قلنا عليها ان هي بتكسر الدهون الموجوده في السمنه الموضعيه والسمنه الكليه وكمان بتعلي معدلات الحرق. طب انا دلوقتي خسيت وبقيت تمام وكويسه ومفيش اي حاجه خالص، انا عايزه اقول لك بقى اللي انا بقول عليه بيزك بقى ساعات لما بيكون في البيت في اللي هو ايه، مثلا واحده بتقول لمامتها ماما انا نازله والنبي خارجه مع صحابي ممكن بس تديني حبايه من الكبسوله بتاعتك عشان خايفه اكل. انت فاهمه بعد كده هو طب انا اكلت ولخبطت ممكن اخد حبايه من ديت علشان انا حاسه ان انا لخبطت النهارده في الدايت. طب انا خسيت وبقيت تمام ووزني بقى حلو قوي، الكبسوله دي بقى بتعمل ايه؟ احنا كنا بنتكلم النهارده على ايه، على الملح واللي بيحصل والاضرار بتاعه الملح. الكبسوله ديت هي يمكن الكبسوله الوحيده او الكورس الوحيد اللي هو بيبتدي يخلصني من الميه الزياده اللي في الجسم، كل السوائل اللي موجوده تحت الجلد اللي بتتخزن الكبسوله بتاعتنا ديت وان بيرفكت هي بتخلصنا من كل الميه الموجوده وكل السوائل الموجوده تحت الجلد. مش بس كده، خسيت وبقيت تمام ومأمنه نفسي بالكبسوله البيضاء وباخد الكبسوله الحمراء بتاعتي، بس كمان انا ديت بتثبتني في الوزن، بتخليني الكيلو اللي بخسه وانا باخد الكورس بتاعنا ما بزيدوش تاني خالص. بتخليني احافظ على نزول الزيت، احافظ على وزني اللي انا وصلت له، فخلاص انا كده عرفت ان انا اثبت. حلو قوي الكلام ده. كده يا جماعه احنا معانا كورس الشهر في خصم 30%، انا بجيب لكم التوتال، وكورس الشهرين في خصم 40%، وكورس الثلاث شهور معانا خصم ايه؟ خصم 50%. 50%. مش بس كده، ده احنا كمان معانا كريم اكيد بتاع شد الترهلات تمام علشان ما يحصلش اي بقى ترهلات في جسمنا، بلس ان احنا معانا فيتامين دي، وانت عارفه ان فيتامين دي ان هو بيعلي معدلات الحرق تمام وبيحافظ على البشره. ان احنا هنرجع دلوقتي وهنكمل كل ده، احنا بس محتاجين نطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، فاصل ونواصل. ورجعنا لكم من تاني، ايه رايك بقى في فكره المشروع ده؟ عايزه اقول لكم الست من البيت تقدر تعمل كل حاجه، شويه نظافه وشويه كده ان انت يعني تقولي يا رب وتعملي كل اللي انت عاوزاه، هتعملي شويه حاجات بصي عجب. بصي بقى انت بقى ايه رايحه، انت هتحطي الحاجات دي بعيد عن اي حراره، انا مش عايزه حراره، انت بقى رايحه جايه انا عايزاكي تعملي كده. طب انا رايحه جايه اروح عامله كده، يعني مثلا الصبح وانا داخله المطبخ افطر اخليه كده، طب بالليل اخليه كده واخش انام، طب الظهر هعمله كده، طب تاني يوم هعمله كده، عشان يبقى كله بنفس الشكل. واهم حاجه الكيس ده، اهم حاجه ايه؟ الكيس ده تاني الصبح هعمله كده تمام، بالليل قبل ما اخش انام هعمله كده تمام، تاني يوم هعمله كده واسيبه على نفس ده كده، طب بعدها هعمله كده اسبوع، وهتاكلي شويه سردين من 5 ايام لاسبوع، شويه سردين عجب العجب. طب بالنسبه للبساريه بعد 3 ايام، والف هنا وشفا. طب انا دلوقتي عايزه اقول لكم حاجه بقى، دلوقتي احنا الكورس الجميل بتاعنا العظيم ده انا دلوقتي عايزه اطلبه. يا ساره ده انت تقولي ان احنا هنخس وفي كورس شهر وكورس اتنين وكورس تلاته، اعمل ايه؟ هتتصلي على الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هتقدري تطلبي الكورس وهيجي لك لحد باب البيت مجانا. ليه؟ ما هو الشحن مجاني والمتابعه كمان مجانيه. اي نعم احنا يا جماعه بنتابع المتابعه بتاعتنا ايه؟ مجانيه، يعني انت بتتصلي معانا فريق كامل طبي، الفريق الطبي ده بيعمل ايه؟ عشان يرد عليكي ويرد على كل استفساراتك، صح ولا غلط؟ صح مظبوط. انا عايزه تاني العروض. انا عايزه الناس الحلوه دي تعرف ان احنا يعني زي ما الفسيخ بره دلوقتي الكيلو برقم ده بيقول لك 800 جنيه و900 جنيه، ليه؟
هاتي يا ماما كيلو الفسيخ، وهاتي يا حبيبتي ب5 جنيه ملح خشن، ومعلقتين بابريكا من الضرفه دي، ومعلقه شطه من الدرج ده، ويلا بينا نعمل احلى فسيخ وبساريه واللي معهوش فسيخ فلوس يجيب الفسيخ، هاتي بساريه واعملي فسيخ الغلابه. احنا برضو بنقدم لك الكورس السحري بتاعنا، بس انا كل اللي عايزاكي تعمليه الالتزام. انا دلوقتي مش بقول لك ايه انت هتاخدي الكبسوله دي وكلي كل اللي انت عايزاه، لا انت هتاخدي الكبسوله وكل مره اقول لكم كده عشان ساره سمير يعني احنا بنقول المصداقيه التامه بتاعتنا، ما قلتلكيش قومي خدي الكورس وعلى طول يلا خش على المطبخ كلي تورته، ما هو انت زمان كنت بتاكلي مثلا حته كبيره فالكورس هيخليكي تاكلي حته صغيره بس سكريات، انا عايزاكي تمشي على الكورس اللي انا بقول لك عليه، انك تاخدي الكورس وتحاولي تاكلي من كل اكل البيت، بس نقلل الحلويات خالص ما قلتش نمنع، ونقلل المقليات خالص وشوفي النتيجه هتلاقي يعني ما شاء الله. يلا بينا ناخد الحالات الجميله بتاعتنا، الحالات اللي خست معانا، الحالات اللي تفتح النفس معانا. اول ريفيو بيقول انا الحاج انور محمد. اوكي، اول حاجه خدت كورس الانسيليوم لمده للمدام وكانت عندها دهون ثلاثيه وكان عندها السكر، والحمد لله رب العالمين خفت من السكر ومن الحصوات وخفت من المراره بفضل الله تعالى ثم بفضل كورس الانسيليوم. الف مبروك للمدام يا حاج. يلا بينا على الريفيو التاني، بيقول الوزن 100 كيلو، نزلنا كام كيلو؟ 4 كيلو في اسبوع تمام. كنا كام؟ كنا 104. شايفين بقى يا جماعه المصداقيه بتاعتنا دي سكرين جايه من اراء العملاء بتوعنا بتوع الكورس بتاعنا. ايه اللي حصل؟ بتقول انا خسيت 4 كيلو في اسبوع، ما جيناش قلنا احنا خسينا 10 كيلو ولا 12 كيلو، لا بنقول اللي حصل، هي اوريدي نزلت 4 كيلو ما شاء الله في اسبوع. يلا بينا على الريفيو الثالث، انا كنت 143 ووصلت في 35 يوم 130، وحياتي اتغيرت في كل حاجه، بحبك قوي. ايه الكلام الحلو ده؟ ايه رايك؟ يعني بتقول لك من 143 ل 130. ده يعني 143 ل 130 تقريبا خاسه 14 كيلو، فاحنا بنقول ان هو ده الوزن اللي احنا بننزله، احنا بنقول بننزل من 3 ل 5 كيلو في اول اسبوع. لو التزمنا وعملنا دايت، وده مش كل الناس بتقدر تعمله، فبنخس ممكن ازيد من كده. لو ابتدينا ناكل على قد ما هنقدر كميات قليله، فهنلاقي ان احنا برده بننزل في الوزن مش بنثبت خالص. ايه الكلام الحلو ده؟ احنا دلوقتي بقى ايه عايزين نفكر الناس تاني بالعروض بتاعتنا. يلا بينا، احنا دلوقتي بنقول ان احنا معانا كورس الشهر اللي احنا هناخد فيه الكبسوله البيضاء، وهيكون معاه فيتامين دي بلس الخصم 30% وتوصيل مجانا، وهيكون فيه متابعه مع الدكاتره بتاعتنا. تمام، حلو ده. في كورس الشهرين هيكون هناخد الكبسوله الحمراء الوان فات والوان سلام، هيكون معاهم فيتامين دي بلس هيكون معاهم كريم شد الترهلات والخصم ال 40% وكمان متابعه وتوصيل مجانا. حلو قوي الكلام ده، ده ايه الكلام الحلو ده؟ شفتي انا مبسوطه جدا من العروض الجميله النهارده، يعني اللي عايز يخس 5 كيلو ليها عرض، واللي عايز يخس 10 كيلو في عرض، كل حاجه، واللي عايز يخس اكتر كمان موجود. ده هي عرض بقى اخر عرض معانا اللي هو عرض 3 شهور اللي هو هيكون فيه الثلاث كبسولات بتاعتنا الوان فات والوان سلين والوان بيرفكت، بلس كمان هيكون معاهم فيتامين دي وكريم شد ترهلات وخصم 50% ومتابعه مجانيه مع الدكاتره بتاعتنا، كمان التوصيل هيكون مجاني. حلو قوي، متابعه مجانيه وتوصيل مجاني وعروض وخصومات، عليكي بقى انك تعملي ايه؟ تتصلي على الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي الواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا. كل الحاجات بتاعتنا مرخصه من وزاره الصحه المصريه، كلها امنه جدا ومفيش اي مخاطر منها خالص وفعاله، وهو فعلا الكورس الوحيد اللي هو بديل لعمليات تكميم المعده، ودوت الترخيص بتاع وزاره الصحه. حلو الكلام ده، زي ما قلت لكم تتصلوا على الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، واطمنوا زي ما شفتوا على الشاشه الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، يعني مفيش احلى من كده. ايه رايكم ناخد بقى معانا صور قبل وبعد؟ ايه رايكم؟ هنلحق يا جماعه؟ يعني ناخد شويه طاقه ايجابيه وشويه باور كده بصور الناس اللي كان جسمها ايه وبقت ايه وخست وبقت ايه؟ هنلحق ولا مش هنلحق؟ يلا بينا هنلحق، احنا عندنا الناس دايما حاضره. احنا عندنا شاطرين قوي. يلا بينا بقى اتفرجي بقى على الجمال ده. 27 خسر 27 في شهرين ونص. في شهرين ونص كان ايه وبقى ايه؟ لا يعني ما شاء الله، بص الجسم شكله اختلف ازاي خالص، يعني المقاسات، بس هو مش نزول على الميزان بس، لا هو نزول كمان في المقاسات بتاعت الجسم نفسها يعني، فهتلاقي ايه الكلام الحلو ده؟ ايه الحاجات الحلوه دي؟ ايه الحاجات اللي تفتح النفس دي؟ يلا بينا على الريفيو التاني، خسرت 30 كيلو في 3 شهور، كانت ايه وبقت ايه ما شاء الله، يعني ثقه بالنفس حلوه قوي الحاجات دي. يا جماعه اتشجعوا
واطلبوا الكورس، والحمد لله دايما عاملين عروض، والحمد لله دايما عاملين خصومات. ما تستخسريش في نفسك، يعني انا عايزاكي خدي وجربي، وانا بقول لك ان هو امن ومصرح من وزاره الصحه، جربي هتخسري ايه. معانا يا جماعه حاله كمان كده نتفرج، ناخد شويه طاقه حلوين. الله الله الله، خسر 25 كيلو في شهرين ونص، كان ما شاء الله في كرش وفي تسدي وفي ليله، اللي انا كنت وبقى حاجه جميله إن يعني ان احنا بنبتدي الدهون الموضعيه كمان بتبتدي تنزل معانا مش الجسم كله. جميل، حلو قوي الكلام ده ما شاء الله. بصراحه يا جماعه انا مبسوطه جدا من الكرسي الجميل بتاعنا ونتائجه، نتائجه تفتح النفس. طبعا شفتوا معانا امبارح ام زياد لما كلمتنا ومبسوطه قد ايه ان زياد نزل في الوزن، ما هو ابنها بس هو ما شاء الله وصل لمرحله البلوغ، والكرسي بتاعنا مناسب لمرحله البلوغ. اخذت الكرسي وزياد نزل 20 كيلو في الوزن، وشفنا صورته امبارح ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يحفظه يا رب. قولي لي بقى سريعا كده العروض. احنا قلنا عندنا عرض الشهر هيكون معانا الكبسوله البيضاء معاها فيتامين دي وخصم 30% ومتابعه مجانيه وتوصيل مجاني. عرض الشهرين هيكون معانا الكبسوله البيضاء الوان سلام والوان فات، هيكون معانا عرض الشهرين دوت، عرض الشهرين هيكون خصم 40% وهيكون توصيل مجاني وشحن مجاني، وكمان معاها هيكون فيتامين دي وكريم شد الترهلات. عرض 3 شهور هيكون معانا الثلاث كبسولات الوان بيرفكت والوان سلام والوان فات، كمان هيكون معانا فيتامين دي وكريم شد ترهلات وخصم 50% ومتابعه مجانيا وتوصيل مجاني. ايه الحاجات الحلوه دي؟ كل دي حاجات حلوه وكل دي عروض حلوه. طب احنا دلوقتي شفنا الحاجات دي يا ساره ولسه جايبين الشاشه وعايزين نتصل، هتتصلي على طريق الارقام الموجوده على الشاشه للاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، المنتج هيجي لك لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني، وهي ارقام التواصل بتاعتنا، الارقام ظهرت تاني على الشاشه، وان شاء الله تاخدي الكورس. وانت بقى بتاخدي اول كبسوله كده تقولي يا رب انا واثقه فيك وعندي ثقه في نفسي وعندي قبل اي حاجه ثقه في ان انا هنزل في الوزن. زي ما قلت لكم يا جماعه ودايما بقول لكم، احنا مثلا اخدت الصبح الكبسوله، يلا بقى نقوم نفطر، ما انا هفطر شويه اخد شويه بطاطس محمره قد كده، لا انا عايزاكي بقى ايه 3 4 معالق فول، مع انت لو حاطه قدامك رغيف هتلاقي نفسك اكلتي نص ومش قادره، خيارتين بقى بصلايه بقى روقي على نفسك شويه كده بقى، وهتلاقي نفسك مش قادره تاخدي سناك. انا بقول لك، انا عارفه انا بقول لك ايه، هتيجي بقى عند الغدا اول اسبوع لما بيلاقوا نفسهم نزلوا في الوزن اصلا هم بيتشجعوا يعني بعد بس كده. انا دايما يا جماعه ودايما بقول الكرسي بتاعنا ما شاء الله سحر، بس انت التزمي، لا احاول ان الفتره دي اقلل سكريات، هتحسي بنتيجه فظيعه. طب والناس اللي بتاكل سكريات طبعا برضو بتنزل في الوزن، لان فعلا الكبسوله بتاعتنا والكرسي بتاعنا ما شاء الله، بس انا عايزاكي تستغلي زي ما قلت لكم، انتوا عارفين نستغل الكبسوله دي على قد ما نقدر، نستغل الكورس ده على قد ما نقدر. لا انا هقلل خالص مقليات، هقلل حلويات، بس انا صراحه بحب الحلويات، وماله الويك اند احلى كيكايه احلى تورتايه، وان شاء الله تخسي وتوصلي اللي انت عايزاه. عايزه اقول لك من كل قلبي شرفتينا ونورتينا يا دكتور هند، حبيبه قلبي، وشرفتونا ونورتونا، ويعني